أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، مرحبا بكم في قناة مستوى شباب ألبرت. هنحل مع بعضنا النهاردة أسئلة شابتر 6 وهتتونا. هات معايا السكرين شوت بتاع الراجل بتاع المرة اللي فاتت. أول سؤال عندي كان بيقول غازيندل ستراست ان ذا مارشيل والسو جريت ذات، يعني ثقة غازيندل كانت في المارشيل كبيرة جدا لدرجة انه عمل ايه؟ اسكت هيم تو بروتكت وينسفيلابيا فروم مايكلز ايه ديوك مايكلز مان، ولا هي تولد هيم تو بروتكت ذا كابيتال اند ميك فلابيا كوين اف هي ايه اف هي از كيلد، ولا ايه اند بي ار كوريكت، ولا هي تولد هيم to be the king of Britannia. طبعا الاجابه الصحيحه رقم سي اللي هي A و B، يعني ان غازيندل طلب، غازيندل طلب من مارشيل يعمل ايه؟ غازيندل طلب من مارشيل ان هو يحمي الاميره فلافيا من رجاله مايكل، وكمان طلب منه ان هو يحمي العاصمه ويخلي فلافيا ملكه ايه الملكه لو هو اتقتل. يبقى الاجابه الصحيحه نمبر ايه؟ نمبر سي اللي هي اجابتها ايه؟ A و B مع بعض. تمام، الاجابه الصحيحه نمبر سي. نمبر 2، مايكل couldn't be king unless he married princess Flavia. مايكل ما ينفعش يبقى الملك الا اذا اتجوز اميره فلافيا. يا ترى ليه؟ عشان خاطر his mother wasn't royal، لان مامته ما كانتش ملكيه. نمبر 3، غازيندل's writing was different from the king's because كتابه غازيندل كانت مختلفه عن خط الملك عشان خاطر ايه؟ his finger was injured. نمبر ايه؟ نمبر 4، غازيندل's different writing might be problem for the marshal as اختلاف خط غازيندل ممكن يبقى مشكله للايه المارشيل عشان خاطر ايه؟ نمبر دي، بيبول wouldn't know it was a real order from the king. الناس مش هتعرف ان ده كان امر حقيقي من ايه من الملك. نمبر 5، on their hunting trip في رحلتهم للصيد غازيندل and his men stayed in the غازيندل ورجالته قعدوا في حته كونتري هاوس تلينجهام هاوس هو ايه البيت الريفي اللي هو بتاع تلينجهام. نمبر 6، غازيندل تولد هيز مان، غازيندل قال لرجالته ذات ذا ريزون فور تيكينج ذيم تو زيندا ووز، ان السبب لاخذهم زيندا ان كان ايه؟ مايكل تراي تو كيل هيم، مايكل تحاول انه ايه انه يقتله. نمبر 7، as soon as the duke heard about غازيندل's arrival in تلينجهام هاوس، بمجرد ما الدوك سمع عن وصول غازيندل لبيت ترينجهام، هي عمل ايه؟ سنت 3 اوف هيز مان تو ميت هيم، بعت 3 رجاله من عنده عشان خاطر ايه يقابلوه. نمبر 8، روبرت هانزاو تولد غازيندل ذات ذا ديوك واز سوري فور نوت ميتينج هيم، بيكوز روبرت هانزاو قال لغازيندل ان الدوك كان اسف جدا او بيأسف انه مش هيقدر يقابله عشان خاطر ايه؟ The Duke and his servants had a serious illness in the dock وإيه؟ وخدمين عندهم مرض خطير. Number 9، according to سبت كان لسبت روبرت هانزاو كان إيه؟ The worst أسوأ criminal أسوأ مجرم of Duke's من رجالة الإيه الدوك اللي هي نمبر سي. Number 10، سبت and Fred سبت وفريد went to the N2 راحوا للحان عشان خاطر يعملوا إيه؟ Meet Johan or anyone in relation with him، يقابلوا جوهان او اي حد له علاقه ايه معهم. نمبر 11، during his visit اثناء زيارته to the inn للحانه accompanying Fred's معاه Fred's غازيندل عمل ايه؟ told the innkeeper's daughter he would forgive her if she promised to help him. قال للايه للبنت اللي هي بنت صاحبه الحانه انه هيسامحها لو ايه لو وعد ان هي تساعده. نمبر 12، during the visit of غازيندل أثناء زيارة غازيندل and Fred's وفريدز to إلى the inn للإيه الحانة اللي حصل، برنستين اللي هي نمبر سي was shot in the wood أطلق عليه رصاص في الإيه في الغابة. نمبر 13، غازيندل was angry with هانزاو، غازيندل كان إيه كان زعلان أو متضايق مع هانزاو on his second visit زيارته الإيه التانية because عشان خاطر إيه هانزاو addressed him saying غازيندل and didn't say king، عشان هانزاو قال له ايه؟ قال له يا غازيندل ما قالوش يا جلاله الملك. نمبر 14، while talking to جوهان اثناء الحديث مع جوهان غازيندل noted that he was، لاحظ غازيندل ان جوهان كان ايه؟
weak but not wicked. لا لاحظ ان هو ضعيف الشخصية مش ايه مش شرير. Number 15 جوهان worked for Duke Michael because جوهان اشتغل مع الدوك مايكل عشان خاطر ايه he was afraid of him. Number 6 كان خايف ايه منه. Number 16 جوهان was so helpful that he told Razinder about. جوهان كان متعاون جدا لدرجة انه قال Razinder عن ايه عن Duke's plans to kill the king خطط الدوك لإيه لقتل الملك. Number 17 the king's body جثة الملك will never float in the moat لن إيه تطفو في الإيه في الموت في الخندق because عشان خاطر إجابة هتبقى number A the heavy chains يعني السلاسل الثقيلة that would keep him التي ستحتفظ به underwater تحت الإيه المياه لأن احنا عارفين إن هو هيبقى موجود تحت الإيه هيرموا في السلاسل جوه الموت فطبعا السلاسل هتنزل الجثه بتاعته تحت الميه. Number 18 if the plan of saving the king failed Razinder would لو الخطه بتاع انقاذ الملك فشلت Razinder would ايه remain king forever رقم ايه هيفضل ملك مدى الحياه. Number 19 according to جوهان طبقا لجوهان the conditions inside the castle were as follows الاحوال جوه القصر كانت ايه نمبر دي اللي صح no one felt safe مفيش حد شعر بالامان and everyone was criminal وكل مجرمين except ما عدا the king الملك. نمبر 20 if جوهان kept his promises لو جوهان احتفظ بوعوده and helped Razinder وساعد Razinder that they would هما زهو يعملوا help him and keep him safe هيساعدوه يخلوه في امان. Number 21 Razinder scored situation in Strelitzio. Razinder أمن الموقف في Strelitzio before going to Zenda قبل ما يروح Zenda to risk the king in إنقاذ الملك by A visiting Flavia زار Flavia and asking her to be queen if he didn't come back يقول لها الملكة لو أنا ما رجعتش. Number 22 Razinder put Strelitzio under the control of Marshall because he Razinder وضع Strelitzio تحت تحكم المارشال عشان خاطر هي he trusted him number A وثق فيه. Number 23 Marshall promised Razinder to Marshall وعد Razinder انه يعمل A to protect يحمي Princess Flavia number B يحمي أميرة Flavia. Number 24 Razinder told Flavia that he was leaving Strelitzio too. Razinder قال Flavia انه هيسيب Strelitzio to A to hunt a big animal اللي هو مايكل هيصطاد حيوان كبير هو مين مايكل. Number 25 Razinder Sept and Friends Razinder و Sept Friends told the 10 brave and strong gentlemen قالوا للعشر رجالة الشجعان والأقوياء that in number B Michael was holding a friend of the king as prisoner قالوا ان مايكل ماسك صديق الملكة كسجين عنده. Number 26 The large modern country house البيت الكبير الحديث called Ringham اللي يسمى Ringham belonging to يخص مين بتاع مين البيت ده A relative of Fred's أحد أقارب Fred's. Number 27 Michael's reason السبب مايكل for not visiting Razinder لعدم زيارة Razinder or inviting him to the castle او دعوته لقلعته الذات ان هو هي اند السيرفنتس هو خدامينه هات دينجرس انس عندهم مرض خطير. نمبر 28 according to سبت كان لسبت the worst criminal of Michael Sixman was اسوأ مجرم عند رجالة مايكل كان مين كان روبرت هانزاو نمبر نمبر 29 Razinder and the friends went to the inn in the Zenda to Razinder and friends راحوا الحانه في زندا عشان خاطر يعملوا ميت ذا انكيبرز دوتا يقابلوا بنت سحابه الحانه. Razinder and Freds talked to the innkeeper's daughter and asked her to Razinder وفريدز تكلموا مع بنت سحابه الحانه وطلبوا منها انها تعمل تل جوهان تو ميت ذم تقول لجوهان يقابلهم ذا نيكست نايت اليوم اللي بعد كده. Number 31 when Razinder refused the offer to leave the country Robert Hanzau عندما رفض Razinder العرض لترك البلد Robert Hanzau عمل number G stabbed him طعنه
in his shoulder في كتفه with a knife بالسكينة. غازندل persuaded جوهان to غازندل أقنع جوهان يعمل إيه spy on Michael يتجسس على مايكل. Number 33 جوهان worked for Michael because he جوهان اشتغل مع مايكل عشان خاطر إيه he was afraid of him not because he liked him كان خايف منه ما كانش بيحبه. Number 34 جوهان helped غازندل سابت and Fred. جوهان ساعد غازندل وسابت وفريدز by telling them قايلهم ايه بقى about مايكل زي بلان خطة مايكل. نمبر سي يبقى ساعدهم ازاي قال لهم خطة ايه مايكل. نمبر 35 if the castle were attacked the king would be اذا هجمت القلعة الملك سوف ايه killed سيقتل. نمبر 36 مايكل was keeping one of the six men as prisoner because he مايكل كان حافظ ستة من الرجالة كايه كسجين عشان خاطر هو ايه had been rude to Antoinette Dumabon كان وقح مع Antoinette Dumabon. Number 37 رقم 37 غازندل سابت and Fred غازندل وسابت وفريد decided to make a move قرروا ان هم يعملوا حركة against او تحرك against مايكل ضد مايكل because عشان خاطر the king was imprisoned الملك كان ايه كان محجوز. Number 38 who did king غازندل trust to keep the future of روتانيا safe مين اللي استأمنه غازندل انه يحافظ على مستقبل روتانيا طبعا مارشيل ستاكنزو نمبر دي. Number 39 رقم 39 غازندل's writing might be a problem for مارشيل ستاكنزو كتابات خط غازندل كتابة غازندل ممكن يبقى مشكلة لمارشيل ساكنزو as people لأن الناس ممكن إيه might think the order from إيه إن الأمر من إيه from the king من الملك was not a real one إنه مش إيه مش سليم يعني هو كان خايف إن الناس يظنوا إن الأمر ده مش أمر سليم عشان خاطر اختلاف خط في كتابة بين إيه بين خط الملك وخط غازندل. Number 40 غازندل told مارشيل ساكنزو that his writing was different because of his injured finger يعني غازندل قال للمارشيل ساكنزو ان طريقة كتابة خطه كانت مختلفة عشان خاطر صباعه ونمبر سي المجروح. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي نشوفكم المرة الجاية. يابانيين باتخاذ الاجراءات التالية سبسكرايب لايك كومنت.